السلام الله عليكم. الآن سوف أتحدث عن موضوع السلالم اللي هو ارتفاع القائم والنائم. القائم اللي ما يسمى بالمراية يكون من 14 إلى 16.5 حد أقصى، هذا يكون مريح طبعا حتى لو كان 17 ما إشكالي، بس إنه رأيي الشخصي إنه يكون من 14 إلى 16.5. بالنسبة للدعسة أو النايم يكون من 28 أقل شيء حسب الضرورة، يعني لو أنا مضطر أبغى أزود عدد الدرجات وما عندي مسافة ممكن أسويها 28 إلى 30 إلى حد 32 حد أقصى. أيضا يتم تنفيذ أول درجة، كما لاحظ هنا هذه أول درجة، طبعا كل الدرجات هنا على كم 16، تم تنفيذ أول درجة على كم 26 لكي يتم احتساب منسوب التشطيب، تشطيب الدفان والرخام او البلاط او خلافي، فيتم اضافته على ايش؟ على ارتفاع الدرجه 16 زائد 10 26، وعكس ذلك فوق باخر درجه في السطح. كما نلاحظ هذه اخر درجه في الدور العالى اللي هو سطح الدور الاول، ارضيه الدور الاول عفوا، كم؟ 16 ناقص 10 6 سم، هذه 6 سم. على اساس انه يتم تشطيب الدور تقريبا 10 سم. وشكرا.